بيانات الدولة الآن مهيئة لاسترداد أملاك الدولة بصدق. قد يرى بعض الناس إن المسألة لا يرى السرعة الكافية، لا، لأن هذه الأمور بتحتاج إلى لوجستيات وإعدادات ضخمة، لكن في المرحلة المقبلة سيلمس المجتمع أثر عمل هذه اللجان الجادة. تقوم وزارة الاستثمار أيضا بدراسة إعادة هيكلة بعض الجوانب كالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في صدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لإنشاء شركة الأمن والحراسة التابعة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والهدف الأول منها هو الحفاظ على مال الوقف وحراسة مال الوقف. دور هيئة المساحة كطرف في هذا البروتوكول هو الجزء الجغرافي أو المساحي، وطبعا هذا العمل يستكمل بعد كده بالجزء التكنولوجي اللي هو تحويل هذه الخرائط الإلكترونية وربطها بالبيانات المتاحة لدى الأوقاف، عشان يبقى في النهاية في قاعدة بيانات كاملة تعتبر مرجع رئيسي لمتخذ القرار.